فقرة اختبار المعلومات، أكتر فريق فاز بالدوري السويدي؟ مالمو. يعني يوتيبوري تاني بس مالمو أول. أكتر لاعب خاض مباراة دولية مع السويد؟ أندر شفنسون 146 ولا هكذا. الهداف التاريخي لمنتخب السويد؟ زلاتان إبراهيموفيتش. صاحب هدف فوز منتخب السويد على منتخب باراغواي في 2006؟ فريدي يونغبرغ. صاحب هدفي منتخب ألمانيا أمام السويد في 2006؟ بالك كلوزي. أنت كده 4 من 5، أنت عمل 4 صح واحدة غلط. في ديربي لندن 2002 أرسنال كسب 3-0، هنا اللي سجل أول جول، مين سجل الهدفين التانيين، التاني والتالت؟ يونغبري بيلتورد. أذكر 5 حراس مرمى مصريين. حسين السيد، نادر السيد، أحمد شوبير، هما كام كده؟ 3. شناوي، اديني حاجة كده يعني. شريف أكرامي. أكرامي. صح، شريف أكرامي. الهضري. أنا نسيت هضري. أذكر أسماء 5 لاعبين مصريين سجلوا أهداف في الدوري الإنجليزي. محمد صلاح، النني، ميدو، حجازي، لازم في ويست برومويتش هو عملت جون، تريساجي. تمام. عايزين أفضل 11 لاعب زاملتهم في مسيرتك. بلاش الجون بقى، ولا هناخد الجون. ماشي. ديفيد سيمان، رايت باك لورين، كولو توري، سول كامبل، أشلي كول. في النص فريدي يونغبرغ، بيرا، جيلبرتو، بيريس. فوق بقى زلاتان، أنري. بس انا عايز بيركامب معايا برضه اللي في الاحتياطي بقى. انا عامل ايه؟